طاطور امام شريكي. طاطور 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 ويصدها ويصدها عزمي شريكي. اول ركله يصدها شريكي. تامر طاطور صوبها القادمه. لاحظ طاطور صوبها ارضيه والشريكي المتخصص لكن متمكن في تنفيذ كرة الجزاء. محمد صالح محمد صالح ويصدها. أوه! محمد صالح والعارضة العارضة تصد أهداف في هذا اللقاء. لاحظ الكرة من محمد صالح صوبها في وسط المرمى حاولا أن يضعها بكل ثبات لكن الكرة خالفت الحظ لفريق الأهلي ولمحمد صالح. مهند فنون مهند فنون امام عزمي شويكي اضاع مع شباب الظهريه في كاس ابو عمار. مهند فنون مع عزمي شويكي يحاول مهند فنون. مهند فنون ويسجل يسجل مهند فنون قذيفا بالقدم اليمنى ركلات الترجيحيه مع فريق اهل الخليل بتصويبه قويه. عزمي شويكي سجل امام بلاطه. عزمي نجح امام بلاطه هل ينجح امام الشباب؟ عزمي شويكي عزمي ويسجل يا ولد يا عزمي. الحارس يسجل الحارس عزمي شويكي يسجل الركلة الأولى أو الركلة الأولى لفريق الأهلي. التعادل يصبح حاضر ركلة بركلة. غانم يريد أن يرد. ما هذا اللقاء؟ صراع الحراس صراع الحراس في اللقطة الماضية. هنا عزمي شويكي هنا غانم غانم يضيع غانم يضيع الركلة. غانم أراد أن يفعل ما فعله عزمي ليضيع كرة غريبة وعجيبة. ركلة جديدة عند اللاعب أحمد حربي صاحب خبرة. أحمد حربي يصوب كرة ويسجل يسجل أحمد حربي ركلة الجزاء الثالثة لفريق الأهلي. غانم في الكرة الماضية ولكن قوة التصويبة على تنفيذ الركلة الرابعة لشباب الخليل. هل ينجح فيها عدين؟ عدي أمام عزمي عدي خروب عدي خروب يصوب كرة ويصدها 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 عزمي. يا لك من عزمي يا لك من أسد يا لك من حارس حديدي يا لك من عزمي يا شويكي. عزمي شويكي في كل نهائي يظهر. عزمي شويكي في كل نهائي يحضر. إبراهيم الحبيبي أمام غانم هل يبقى للمباراة من عمر أم تنتهي الآن؟ إبراهيم الحبيبي الحبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على ركلة جزاء يلعب بهذه الطريقة. إذا الأهلي بطل لكأس فلسطين للمرة الثالثة تواليا في تاريخ النادي الأهلي. ثلاث بطولات تواليا لنادي أهلي الخليل وعريس الأهلي. نعم أنت يا عزيزي أنت يا عزيزي. نعم عزمي شويكي عريس الأهلي بكل جدارة والذي يتصدى لركلات الجزاء بكل مهارة. يا لك من عزمي ويا لك من أهلي. ثلاث بطولات تواليا لفريق أهل الخليل في بطولة كأس فلسطين. نعم 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 الأهلي ألف مبروك. هارتك لشباب الخليل هارتك لعميد الأندية الفلسطينية. هذه الخسارة والذي كان يبحث من خلالها على اللقب الخامس في تاريخ بطولة كأس فلسطين لكن ركلات الحظ والركلات الترشيحية تبتسم في النهاية للنادي المارد الأهلاوي ليسجل اللقب الثالث تواليا في تاريخه في بطولة كأس فلسطين. ألف مبروك لأهلي الخليل هاردك لشباب الخليل. هذه الخسارة وهنا فرحة الجماهير وهنا فرحة الجماهير الأهلاوية ولاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة والتي من خلالها يحتفلون بهذا اللقب الغالي بهذا المجد الكبير أن تفوز في كأس فلسطين في ثلاث مناسبات تواليا. هذا الأمر لا يأتي بالسهل هذا الأمر لا يأتي بالحظ لا يأتي إلا بالمجهود والتعب والإدارة الحكيمة التي تقوم بعملية مواصلة الإنجازات والإبداعات في بطولات الدوري أو في بطولات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هذا يعني أن الأهلي سيواجه هلال القدس في بطولة كأس السوبر الفلسطيني وهذا يعني أن النادي الأهلي سيواجه شباب رفح في بطولة كأس دولة فلسطين للموسم الثالث توالي.